رمان الهوى مع إيمان أحمد. مساء الخير. اليسارية واليسار هو مصطلح يمثل تياراً فكرياً وسياسياً يسعى لتغيير المجتمع إلى حالة أكثر مساواة بين أفراده، ويرجع أصل مصطلح اليسارية إلى الثورة الفرنسية عندما أيد عموم من كان يجلس على اليسار من النواب التغيير الذي تحقق عن طريق الثورة الفرنسية، ذلك التغيير المتمثل بالتحول إلى النظام الجمهوري والعلماني. وبمرور الوقت تغير وتشعب استعمال المصطلح اليسارية، بحيث أصبح يغطي طيفاً واسعاً من الآراء لوصف التيارات المختلفة والمتجمعة تحت مظلة اليسارية. فاليسارية في الغرب مثلاً تشير إلى الاشتراكية أو الديمقراطية الاشتراكية، أو حتى مصطلحات كالليبرالية الاجتماعية ضمن أوروبا والولايات المتحدة. نتيجة لهذا التنوع في استخدام المصطلح، هناك اختلاف بين اليساريين أنفسهم حول من يشمله اللفظ، وبصورة عامة يختلف اليسار السياسي عن اليمين بتبنيه العدالة الاجتماعية، وحتى عن العلمانية وفي معظم دول الشرق الأوسط أيضا، حيث تأتي اليسارية مرادفة للعلمانية. طبعا علما أن بعض الحركات اليسارية التاريخية كانت تتبنى المعتقدات الدينية، ومن أبرزها حركة إنهاء التمييز العنصري في الولايات المتحدة على يد القس مارتن لوثر كينغ. في العالم العربي الوضع كان مختلفا، فقد انتظر اليساريون الثورة كثيرا بحسبهم، لكنهم لم يعملوا من أجلها شيئاً، باستثناء النقد وإلقاء اللوم على الظروف وعلى أيضاً الشعوب. وفي غضون ذلك اتهمهم الكثيرون بتقوقعهم بواقعهم النخبوي في مجتمعهم، وأيضاً قربهم من السلطات السائدة وتمتعهم ببعض فتات السلطة وميزاتها، مع أنهم ظلوا لا يملكون من السلطة شيئاً. حول اليسار العربي وتعامله مع الثورات والربيع العربي حتكون حلقتنا لليوم، ومستمعينا فيكن تتشاركوا معنا عبر رقم الواتساب والفايبر 00962 77 77 44 778. مستمعينا بينضم لنا الكاتب سلامة كيلا، لكن قبل ما نبدأ حوارنا مع ضيف حلقتنا لليوم رح نستمع لتقريرنا ونرجع لكم. اليسار ومنذ الثورة الفرنسية ومرورا بالثورة الصناعية كان معارضا لتمركز القوى والثروة في طبقة معينة من طبقات المجتمع، وكان يحاول القضاء على اللامساومة عن طريق تشجيع الديمقراطية وإصلاحات في مجال ملكية الأراضي. وبدأ اليسار تدريجيا بتبني قضايا الطبقة العاملة في المصانع من ضمانات اجتماعية وإنشاء نقابات للعمال، وتدريجيا تبنى مواقف مناهضة للإمبريالية. وفي عصرنا هذا بدأ اليسار نشاطاته في معارضة العولمة، ثم جاءت الثورات الشعبية العربية والتي اندلعت بطريقة عفوية وعاصفة ومدهشة، ومن خارج إطار الأحزاب السياسية السائدة ومنظوماتها الأيديولوجية الجاهزة فوجئ الجميع وعلى رأسهم أحزاب اليسار. وعوضا على الانخراط بها كان الموقف العام الغالب الضدية أو حتى البقاء على الهامش، والحجة الحاضرة دوما عدم الملائمة للوقت الحالي وعدم نضج الجماهير، وأن المثقفين وحدهم القادرين على التشريح والتوضيح والقيادة. أما عن بداية الربيع العربي فقد هللت أجنحة اليسار العربي بمكوناتها المختلفة من قوميين ونصريين وشيوعيين وغيرهم، هللت للثورات العربية التي شهدتها بداية تونس ومصر، فقد وجد فيها موجة تقويه وتلميع لنجمه بعد غياب، حيث شارك حزب العمال الشيوعي في تونس من اللحظات الأولى، كما شاركت مجموعات وأفراد يساريون سواء من خلال الاتحاد التونسي للشغل أو من خارجه. وفي مصر أيضا كان الحزب الشيوعي المصري من الداعين إلى إضراب 25 من يناير كانون الثاني، وكذلك الاشتراكيون الثوري وأحزاب قومية وإن كانت صغيرة، وشارك طيف واسع من اليساريين في التظاهرات فيها. وفي اليمن كان الحزب الاشتراكي مشاركا من خلال اللقاء المشترك. ولكن ما أن اندلعت الثورة فيما عرفت بمعقل الممانعة سوريا والنظام الأسد، حتى وجد اليسار نفسه في أزمة، فدخل في التشكيك وتخلى عن موقفه السابق، ووجد نفسه بشخوصه المختلفة يردد أن الثورات العربية بمجموعها من تخطيط أمريكي لاستبدال نظام بنظام آخر، وأن هدف الثورات ضرب المقاومة والممانعة وتقسيم الدول العربية. وعلى ضوء كل ذلك، فما اليسار حقا وماذا يعني بالضبط؟ ومن أين يستمد مشروعيته؟ هل من انتماه الطبقي المفترض إلى الطبقة العاملة؟ أم من اتكائه على منظومة أيديولوجية معينة كالماركسية واللينينية؟ أم من حملة النضال من أجل الاشتراكية وضد الإمبريالية؟ أم من معايشته قضايا مجتمعه؟
ومن جديد برحب بضيف حلقتنا لليوم الكاتب سلامة كيلا. يسعد مساك استاذ سلامة، واهلا وسهلا فيك معنا عبر راديو اورينت وبرمان الهواء. اهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا. يعني في البداية، ماذا بقي من مبادئ اليسار التي يؤمن بها مع موجة الربيع العربي وانقسام موقفه فيه؟ أنا أعتقد هناك فرق بين الرؤى والتصورات وبين اليسار القائم الذي تشكل خلال العقود الماضية. فالمشكلة الأساسية أن الثورات انطلقت من أجل تحقيق مطالب لا يستطيع أن يحققها إلا اليسار، لأن الجوهر الأساسي فيها هو تحقيق تغيير النمط الاقتصادي القائم على النهب والفساد وإفقار المجتمع نتيجة سيطرة فئات رأسمالية مرتبطة بالطغى من الرأسمالية في العالم. لهذا لا إمكانية لحل مشكلات البطالة والفقر والتهميش التي يعيشها الشعب والتي كانت في جوهر هذه الثورة إلا بوجود يسار حقيقي مرتبط بالناس ومعبر عن مصالحها. لكن المشكلة التي ظهرت والتي ربما كانت بادية بشكل واضح قبل الثورات هي أن اليسار الذي تشكل في العقود الماضية إما أصبح هو السلطة في بعض الدول وأقصد هنا النظم القومية، وبالتالي حققت بعض الإنجازات ولكنها عادت سلبت الشعب كل ما تحقق ونهبت المجتمع وتشكل من داخل فئات مافياوية هي التي تحكم، أو كانت أحزاب ماركسية أو أحزاب شيوعية بالأساس يسارية بشكل عام كانت أيضا قد انتهت واستهلكت في ظل هذا التغيير، لأن معظمها كان قد ارتبط بنظم قومية أو اتبع نظم قومية وبالأساس كان تابعا لموسكو. لهذا حينما انهارت الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وفي مختلف بلدان العالم بدأ أن هذا اليسار ينهار، وبدأ عديد من كادراته وقياداته وعناصره يتحول إلى الليبرالية، وبعضها أصبح يعشق الغرب والرأسمالية. من هذا المنظور كان تركيزها خلال العقود الماضية قبل الثورات على نقطة واحدة هي الحريات والديمقراطية، سواء عبر الحوار مع السلطة والضغط على النظم والضغط على النظم، أو عبر التوهم أن هناك قوة خارجية هي أمريكا باتت معنية بأن تحقق الديمقراطية بالعالم، وأنها قدمت إلى العراق لتحقيق نظام ديمقراطي بالضد من نظام صدام حسين الاستبدادي. ومن ثم بدأت تعتقد أن هذا المنظور سيتوسع وأن الديمقراطية قادمة على الدبابة الأمريكية. من هذه المنظورات باتت هذه الأحزاب أولا هامشية معزولة عن الحراك الشعبي الذي كان بدأ يتبلور نتيجة الخصخصة واللبرلة وبالتالي الإفقار المتسارع لفئات واسعة من الشعب وخصوصا من الشباب الذي بات جزءا كبيرا منه عاطلا عن عمل، أو انتظرت التدخل خارجي لكي تحقق شكل ما ديمقراطي كما توهمت. الثورات أتت لتضع الشاهد على قدر هذه الأحزاب، لأنه تبين بشكل واضح أنها لم تفهم الواقع ولا تفهم الواقع، وأنها تبني منظوراتها على أوهام، سواء أوهام المعاداة الإمبريالية ودور الإمبريالية في العالم، وتقصد هنا تحديدا الإمبريالية الأمريكية فقط، أو أوهام أن هذه الإمبريالية يمكن أن تأتي بالديمقراطية. هذا الأمر هو الذي واجه الثورات، حيث حينما بدأت فعلا بعض اليسار اعتقد أن إسقاط بن علي وحسن مبارك هو تعبير عن مواجهة للإمبريالية، لأن الحساب فيما يتعلق بهذه النظم أنها تابعة للإمبريالية وخاضعة للصهيونية، ولم ينظر إلى واقعها الاقتصادي الطبقي وفقرها، وأن السبب الأساسي كما ظهر منذ اللحظة الأولى في تونس بشعار العمل الاستحقاقي عسارة الصراط. فهذا هو وضع اليسار للأسف الذي تشكل بالماضي، والذي أعتقد أنه انتهى وأن الثورات أجت لتؤكد هذه النهاية، سواء كبنى أو كمنظورات ومفاهيم وأفكار ومنطق. طيب، برأيك هل أخطأ اليسار باعتبار الاقتصاد هو نقطة الانطلاق لتوجهه للحديث مع الآخر، أيضا باعتباره البوابة التي يأخذ منها الشعبية الأكبر المفروض من الطبقة العاملة وغيرها؟
على العكس من ذلك، اليسار لو فعل ذلك لكان نجح وكان استطاع أن يقود الثورات. اليسار تمحور حول خطاب يتكون من شقين. بعض اليسار ركز على الحرية والديمقراطية، وهذا ظهر واضحا خصوصا بعد التسعينات. وبعض آخر ركز على مواجهة الإمبريالية والمسألة الوطنية، وبالتالي الطرفين لم ينظرا إلى الشعب ولم يفهما مشكلات الاقتصاد ولم يلاحظا أن التحولات الليبرالية التي حدثت كانت تدفع قطاع متسارع من الشعب إلى أن يقوم بالثورة. وهذا ما كنت أشير إليه منذ على الأقل بداية القرن الجديد في عديد من المقالات والدراسات، حيث أنه كان واضحا أن الانهيار الاقتصادي المتسارع سوف يؤدي إلى ثورات، بينما كان اليسار يراهن على مسائل أخرى. وطنية بين قوسين صدعها، وديمقراطية أيضا صدعها بين قوسين. هذه هي إشكالية اليسار أصلا، أنه لازال شكليا لا ينظر إلى العمق الاقتصادي للمشكلات، بالتالي لم يكن ماركسيا، لأن الماركسية تبدأ من التحليل الاقتصادي وبالتالي تحديد وضع الطبقات ومن ثم فهم النظم والسياسات والأفكار. هذا هو الإشكال الأساسي الذي يعني عانى منه اليسار، والذي أدى فيه إلى التهميش ومن ثم إلى النهاية. من كلامك أستاذنا أستاذ سلامة، يعني اليسار وما يحمل في طياته من أنواع مختلفة من اليسار، إذا فيني هيك سميها، الماركسي الليني حتى هناك الملحد، هل برأيك اختلاف المرجعيات لليسار سببت هذا التشرذم بالمواقف؟ لا أعتقد، يعني التشرذم نابع من مسائل أخرى. طبعا هناك يعني كان، إذا حاولت أن أحدد مرجعيتين لليسار الماضي، اليسار الذي تشكل في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، يسار الماركسي الشيوعيين بالتحديد، التي كان لديهم أحزاب قوية وكبيرة في العديد من البلدان العربية، والتيار القومي الذي نشأ نتيجة شعوره أن الشيوعيين لا يريدون تغيير الواقع، وبالتالي أراد هو أن يغير الواقع فغيره عبر الانقلابات العسكرية. هذين طيارين مختلفين من حيث المنظور الأيديولوجي بالتأكيد، لكن المشكلة الأساسية هي أن فيما يتعلق بتفكك اليسار، هو أن هذا اليسار بات يقوم على نخبة من الفئات الوسطى، وهذه الفئات من العادة حينما تنعزل لا تستطيع إلا أن تتفكك وتتناقض وتتصارع، وهذا أمر طبيعي نتيجة تكوين هذه الفئات بالتحديد. هذه هي المشكلة، أنه هي أحزاب من الفئات الوسطى، وهذا ما يجعلها تتناقض وتتناحر وتتفكك ولا تستطيع أن تتوحد بالأساس. اليسار اتهم من قبل البعض بأنه هناك من اتخذه طريقا للوصول للسلطة أو التقرب منها، هل ترى بأن من فعلوا ذلك من اليساريين هم عدد لا يستهان به، وهل فعلا الأمر كان كذلك؟ لا، أكيد بالتأكيد لم يكن كذلك على الإطلاق. يعني اليسار عبر عن مرحلة كان من المجتمع يفرض السعي لتحقيق تغيير كبير، وهذا ما ظهر فيما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تفاقم الصراع الاجتماعي في كل البلدان العربية، وكان جزء منها يهدف إلى الاستقلال عن الاستعمار، ولكن جزء آخر منها كان يهدف إلى تغيير الاقتصاد والنمط الاقتصادي. لهذا تشكل اليسار في هذه المرحلة، وكان بالضرورة يجب أن يلعب اليسار دورا لتحقيق التغيير الاقتصادي في مجمل هذه البلدان. المشكلة ظهرت أن من تقدم إلى ذلك هي الأحزاب القومية التي عبرت عن فئات وسطى ريفية، فلم تستطع أن تنجز إلا تغيير محدود سرعان ما تلاشى، بينما كانت الأحزاب الشيوعية ترى أن ليس لديها دور الآن بأن تستلم السلطة وأن تحقق التغيير، لأنها كانت تتوهم أن هناك برجوازية يمكن أن هي التي يجب أن تحقق التغيير وأن عليها أن تدعمها فقط. هذا هو الأساس، وبالتالي كان اليسار ضرورة حتمية في ذلك الوقت كما هو الآن ضرورة حتمية. المشكلة في اليسار ذاته كما تشكل في الماضي، والآن المشكلة هي كيف يتشكل يسار حقيقي من داخل هذه الثورات ومن الشباب الذي لعب دورا أساسيا فيها، والذي بات يسعى لأن يطور وعيه وفكره ومفاهيمه لكي يكون قادرا على رسم بديل حقيقي ورسم استراتيجية تؤدي لأن تنتصر الثورات.
في الدول التي شهدت ربيع عربي وأنجزت المراحل الأولى منها مثل تونس ومصر، يعني إذا فينا نسميها سقط اليسار في الامتحان، يعني كان في تنافس بين قائمة تمثل التيار الإسلامي، مثلا إذا أخذنا تونس على سبيل المثال، تنافس بين قائمة تمثل التيار الإسلامي المقرب من حركة النهضة وأيضا قائمة تمثل التيار القومي، وكانت النتائج في البداية أقرب لفوز الإسلاميين. هل هذا مؤشر لأمر ما؟ بالتأكيد لا، يعني إذا حاولنا أن ندقق بالإصبع، أولا لأن اليسار كان ضعيف ولم يفهم ما يطرح، ومن ثم حينما انتصرت الثورات لم يدافع عن مطالب الناس ويؤسس لبديل حقيقي على الأرض، ومن ثم ثانيا بأن القوى الإسلامية التي أتت لكي تدخل هذه الانتخابات دعمت من قبل النظام القديم سواء في تونس أو في مصر، يعني كان هناك توافق واضح بين الإسلاميين والنظام القديم في تونس ومصر، وهذا التوافق هو الذي أدى لأن تدعم من كل أجهزة الدولة لكي تصبح هي القوة الأساسية. هذا هو الأساس في الموضوع، رغم أن الانتخابات ليست مؤشرا على الإطلاق، لأن وهذا ما ظهر فيما بعد بشكل أوضح، رغم أن القطاع الأساسي من الشباب الذي خاض الثورة لا يشارك هذه الانتخابات لأنه يعتقد أن المسار ليس مسارا ديمقراطيا، المسار هو مسار تغيير اقتصادي اجتماعي لا يتحقق إلا بتطوير الصراع الاجتماعي كما نلاحظ في تونس وكما لاحظنا ونلاحظ في مصر. بالتالي المشكلة يعني لا تطرح هذا الأمر، يعني بالضرورة وضحت أن اليسار ضعيف وهذا ما أشرت إليه سابقا، لكنها أشارت إلى أن الإسلاميين لم يأتوا بقواهم الذاتية فقط، بل أتوا بدعم من النظام القديم، لأن النظام القديم كان يريد أن يستوعب الثورات عبر الاتفاق عليها بإدخال الإسلاميين إلى السلطة. نعم، يعني فيها نعتبرها رب ضارة نافعة كانت لليسار بهذه الدول. هلا يعني هي يعني ممكن أن نقول ذلك، لكن هي الأساس أن الثورات أوضحت ضرورة وجود يسار حقيقي، لأنه لا حل لمشكلات الناس إلا بوجود هذا اليسار، حيث وجدنا أن الإسلاميين حينما وصلوا إلى السلطة استمروا في السياسة الاقتصادية ذاتها التي كانت في إطار النظام القديم، والتي دفعت وتدفع الشعوب إلى الفقر أكثر وإلى التهميش أكثر، وهذا ظاهر الآن في تونس وظاهر في مصر بشكل واضح، وبالتالي لا خيار للثورات لكي تنتصر إلا بيسار حقيقي قادر على تغيير كل النمط الاقتصادي، يعني إسقاط الرأسمالية المافيوية الحاكمة، تأسيس اقتصاد منتج، إيجاد فرص عمل حقيقية، زيادة الأجور، تحسين وضع التعليم والصحة والبنية التحتية، وبالتالي إعادة البناء كلية المجتمع. هذا هو ما هو مطلوب، وهو ولا إمكانية لأن يتحقق إلا في ظل وجود يسار حقيقي. نعم، وجهة نظر أستاذ سلامة تقول بأن اليسار له زمن طويل في العالم العربي، ولكن بعد هذا الزمن أثبت أنه بمرجعياته وأفكاره نسبيا هو غريب عن المجتمع، والمجتمع العربي لم يتقبله كما هو، لم يهضمه كما هو، هل تراه كذلك؟ لا بالتأكيد، يعني هذا حكي لا معنى له أصلا، لأنه إذا ذهبنا إلى الأربعينات والخمسينات سنلاحظ أن الإسلاميين هم الذين كانوا يتلاشوا وينهاروا أمام صعود اليسار القوي، يعني الأحزاب الشيوعية في العراق أو في بلاد سوريا أو بلاد الشام أو في مصر أو في عديد من البلدان العربية كانت أقوى كثيرا من كل المجموعات الإسلامية، وكان ممكن أن تستلم السلطة في ذلك الوقت، يعني العراق وسوريا بالأساس كان ممكن الحزب الشيوعي أن يستلم السلطة وليس البعث، لأنه كان أحزاب قوية كبيرة، لكن المشكلة كانت بالمنظور السياسي لهذه الأحزاب وليس بقوتها الشعبية، وكان واضحا أن كثير من الناس المتدينين يميلون إلى اليسار وليس إلى المجموعات الإسلامية. في سوريا مثلا الإخوان المسلمين لم يحصلوا إلا على وجود هامشي بعز الانتخابات الديمقراطية بالخمسينات، بينما الشيوعيين حصلوا أكثر والبعث حصل أكثر كثيرا عن ذلك. بالتالي المشكلة ليست هنا، المشكلة بالمنظور السياسي لهذه الأحزاب، كيف رأت تطور الواقع وما هو دورها فيه. المشكلة هون منهجية لدى الأحزاب الشيوعية ولها علاقة بالمصالح الطبقية لدى الأحزاب القومية، حيث يعني شعرت أن المطلوب تغيير النمط القديم من أجل أن تصبح هي المسيطرة على الثروة، بينما كان الوضع الشيوعيين هو أن لا دور لهم في الواقع الآن وعليهم أن يدعموا تطور رأسمالي كان مستحيلا من الأساس.
فهنا الإشكال منهجي، والآن يظهر واضحا بعد الثورات أن الحراك الشعبي يميل نحو اليسار، لأن المطالب الاقتصادية الاجتماعية هي التي تتصدر رغم كل الحديث لدى النخب عن الديمقراطية والحرية والمسار الديمقراطي. وهذا ما سيدفع الشعوب إلى القيام بثورات حتى ضد نظم زي تونس التي يقال أنها مثال التطور الديمقراطي، لأن الإشكال الجوهري لدى الشعوب هو القضايا المطلبية الاقتصادية. نعم، في دول الربيع العربي وشباب الثورات في دول الربيع العربي، هل لم يستفيدوا كما يجب من تجربة وخبرة اليسار ومن فيه؟ لا أكيد، هو كان هناك قطيعة كبيرة بين الشباب خصوصا والتجارب الأحزاب في الماضي، وعلى العكس من ذلك أعتقد أن بداية الثورات كانت توضح أن الشباب يرفض الأيديولوجيا ويرفض الأحزاب، لأنه كان يرى خزال هذه الأحزاب وهو يواجه النظام ويرى فشلها والدوغما التي تحكمها والخطاب الذي لا يعبر عنه ولا يلمسه بأي شكل من الأشكال. لكن واقع الثورات أوضح لهؤلاء الشباب أنه لا خيار إلا اليسار، ولكن ليس هذا اليسار القديم، وهذا ما دفع هؤلاء الشباب ويدفعهم الآن إلى أن يعودوا إلى القراءة الحقيقية، إلى الفهم الحقيقي، إلى الإجابة على الأسئلة الحقيقية التي يطرحها الواقع، ومن هذا الخضم سينتج يسار حقيقي كما أعتقد هو الذي سيغير الواقع. نعم. خلينا نروح شوي للحالة السورية أستاذ سلامة. يعني اليوم البعض يأخذ على اليسار أو بالعموم يأخذ على اليسار، على اليسار اختلاف موقفه من الثورات ما بين مصر وتونس وسوريا تحت مسمى المقاومة والممانعة، كيف ترى هذا الأمر؟ لا، هذا يعني ليس فقط اليسار السوري، للأسف هذا اليسار العالمي عموما. يعني إشكاليته كانت أدت إلى هذا الموقف الداعم للنظام في سوريا، ولم يعتبر أن ما جرى في سوريا ثورة، رغم أن الظروف الموضوعية في سوريا كانت مشابهة تماما للظروف الموضوعية في مصر أو تونس أو كل البلدان التي حدثت فيها ثورات. المشكلة الجوهرية لدى هذا اليسار، حاولت أن أشير لها بشكل عابر قبل قليل، هي أنه ينطلق من أن الصراع الأساسي أو التناقض الرئيسي كما يسميه هو مع الإمبريالية الأمريكية تحديدا، وبالتالي كل طرف وكل نظام يتناقض مع الإمبريالية هو وطني وثوري ويجب أن يدعم، حتى أن أقسام من هذا اليسار دعمت بن لادن بعد 11 سبتمبر لأنها اعتبرت أنه يمثل يسار جديد بثوب إسلامي يريد هزيمة الإمبريالية، وتحالفت مع مجموعة الإخوان المسلمين لسنوات طويلة مدافعة عنها وعن مواقفها وتبرير أنها سوف تحرر فلسطين عبر حماس. هذا هو الإشكال الجوهري الذي تنطلق منه. بالتالي حينما وصلت الثورات إلى سوريا ظهر لهذا التيار اليساري أن النظام السوري معادل الإمبريالية وأنه مستهدف من الإمبريالية، وبالتالي يجب الوقوف معه. هذا الأمر هو الذي دفع هذا اليسار الوقوف مع النظام السوري. بالتالي هذا اليسار لا يحسب حساب الشعوب، لا ينطلق من مفهوم الصراع الطبقي، ينطلق من مفهوم وطني مجرد يجعل الوطن أهم من المواطنين ويجعل الراية الوطنية أهم من الشعب، وبالتالي يقبل بسحق الشعب خدمة لمفهوم مجرد للوطن. هذا هو الإشكال الأساسي الذي حكم هذه الأحزاب وجعلها إلى الآن تدافع عن النظام. وأعتقد أن يعني ما سيتوضح في الفترة القادمة راح يفاجئها ويربكها، لأنه ستبدو الأمور غير ذلك تماما، وستبدو أن أمريكا كانت أقرب لبقاء النظام ودعمه منها بأي شيء آخر، وأنها كانت تدفع روسيا لكي تلعب دور دفاعي عن النظام. وبالتالي لم يكن الأمر لا إمبريالية ولا غيرها، هو صراع إمبرياليات للسيطرة على المنطقة، وأن في سوريا كانت هناك ثورة حقيقية لأن الوضع الاقتصادي للشعب كان هو الأسوأ عام 2010 في كل الوضع الاقتصادي في البلدان العربية حسب كل الإحصاءات التي كانت تصدر في ذلك الحين. اليسار اليوم حتى يبقى إذا فينا نعتبره على قيد الحياة، هل يحتاج لبث روح جديدة، دم جديد، شباب تخرجه من الشكل والإطار العام الذي تعرفنا عليه من خلال الستينيات والفترة السابقة أيضا، هل يحتاج اليوم إلى دم جديد ليبقى حيا؟ هو الآن هناك دم جديد يؤسس ليسار جديد
هذا ما حاولت أن أشير إليه في الإجابات السابقة، حيث أن اليسار القديم انتهى ووضعت الثورات الشاهدة على قبره، وهذا باعتقادي أمر نهائي، لأن اليسار لم يستطع أن يفهم شيء ولم يستطع أن يكيف منظوره لما حدث ويتفاعل مع الصراع الواقعي ويفهم ما هو دوره، وبالتالي انتهى. الآن يعني الشباب هو الذي يسعى لأن يتأسس يسار حقيقي منخرط في الثورات، معبر عن مطالب المفقرين بشكل جدي، على وعي عالي وليس وعي شكلي كما كان في الماضي، وهو المخاض الذي يعني يتشكل الآن في حضن الثورات من أجل أن يتبلور يسار مختلف حقيقي، وهذا أملي وهذا ما أرى أنه يحدث وليس فقط هو حلم أو تمني، لأن الثورات أنتجت الآن ميلا لخلق نهضة ثقافية لدى قطاع كبير من الشباب، وبالتالي طرحت أسئلة كبيرة يسعى هذا الشباب للإجابة عليها، وبالتالي توصل الشباب الآن إلى أنه بحاجة إلى أيديولوجيا وفكر ووعي حقيقي، وأنه بحاجة إلى بنى تنظيمية حقيقية لكي تنتصر الثورات بعد تجارب مر بها، واكتشف أنه دون ذلك هناك لعب من الأنظمة لكي تبقى، وهناك لعب من الأحزاب القديمة لكي تجد لها موقعا في السلطة. هذا هو الأمر الآن، وبالتالي بالتأكيد نحن أمام يسار جديد يتشكل الآن من الشباب الذي يقود الثورات، وربما يندمج فيه بعض اليساريين القدامى الذين فهموا هذا الواقع واستطاعوا أن يتفاعلوا مع الشباب بشكل حقيقي من أجل أن يتبلور بديل يستطيع أن ينتصر عبر الثورات. نعم، ربما بموضوع اليسار الجديد المفروض نراه نشهده في المنطقة ومن خلاله تبث روح جديدة أيضا وتنوع لأفكار موجودة في المجتمع وضمن جيل شباب الثورات، بيعطينا رؤية أخرى وبيضيف لنا ما بياخد منا. أنا كتير بيتشكر وجودك معنا لليوم والكلام اللي عطيتنا إياه وأثريتنا فيه الكاتب سلام أكيلة، شكرا جزيلا. تابعة للموضوع أيضا بينضم لنا المخرج نبيل الخطيب. يسعد مساك أستاذ نبيل، وأهلا وسهلا فيك معنا برمان الهواء وعبر راديو أورينت. مساء الخير إيمان، مساء الخير لكل المستمعين عبر راديو أورينت. بداية يعني ألا يحق لليسار الدفاع عن نفسه ومواقفه من الربيع العربي على الأقل بحكم الخضرمة السياسية إذا فينا هيك نسميها ومعرفته بحقيقة الأمر ومآلات الأمور؟ للأسف حتى لو أدرك موضوع الدفاع عن نفسه وعن مشاريعه الوطنية والتقدمية كما يدعي اليسار العربي أو جزء كبير من اليسار العربي، هو تضح بعد يعني 4 أو 5 ثورات عربية من أجل الإصلاح من أجل الديمقراطية أنه لا يستطيع أن يكون ديمقراطيا ووطنيا، يجب أختار أن ينحاز لعلي عبد الله صالح وبشار الأسد ومجموعات بشار الأسد حسن نصر الله إيران، واختار أيضا الوقوف إلى يعني المدافعين عن الأحزاب الوطنية ما يسمى الأحزاب الوطنية في مصر وتونس تحديدا. لذلك هذا اليسار يعني هو يسار متردي للأسف، لأنه بنيته التي يعني نشأ عليها هي بنية يعني في حقيقة رأيي الشخصي هي بنية فاشستية، يعني مصادره ومرجعياته السالينية أساسا والماوية في الصين إلى آخره. لذلك لا يمكن أن ينحاز اليسار أو معظم اليسار العربي لديمقراطية ومطالب الشعوب العربية التي ثارت من أجل حريتها وكرامة بلادها في تونس وسوريا واليمن وليبيا وغيره ومصر أيضا. نعم. طيب في البداية اليسار البعض يقول أنه خضع منذ البدايات وقبل الجميع لتسلط وتعنيف واعتقالات من قبل الدكتاتوريات في سوريا وغيرها. لماذا لم يعني ربما بحسبهم لم يصعد عموم الشعب باتجاههم؟ يعني هذا هو جوهر الموضوع كمان، انه اليسار في في, في اذا تحدثنا عن سوريا، كثير من اليسار وغير اليسار واجهوا الاعتقال في سجون حافظ الاسد ثم بشار الاسد، ومع ذلك هن يعني انا لا استطيع ان اتفهم وان استوعب هذه الشيزوفرينيا يعني للعقل، عقل اليسار المعتقل في في
سجون هذا النظام والديكتاتورية والضغط النفسي والإجرام الذي مورس ضده في سنوات طويلة، وليخرج بعد ذلك إما مريضا أو نصف ميتا، لكنه اختار في النهاية أن ينحاز، جزء منهم طبعا اختار أن ينحاز لسيده لقاتله لمعذبه. أنا لا أفهم هذه الشيزوفرينيا. هو ببساطة هؤلاء ليسوا علمانيين وليسوا ديمقراطيين وليسوا يساريين أبدا، هذا أثبتوا هن أثبتوا لنا ذلك وليس ادعاء مني. الذي ينحاز هذا اليساري الذي ينحاز إلى قاتل إلى مجرم إلى مدمر بلاد، كيف يمكن أن أكون، ما هو مشروع اليساري إذن الذي كنت يعني تنادي فيه الديمقراطية والحرية الشعوب والمؤسسات المدنية ومجتمع مدني وقانون فوق الكل؟ هذا ثبت عكس ذلك. يعني اليسار ليس فقط اليسار السوري، اليسار الأردني واليسار العربي عموما هو يسار فاسد، هو يسار اختار لأن يكون إلى جانب هذا الطاغية، إلى جانب هذا الدكتاتور. يعني هو لم يقبل حتى الآن أن يكون حرا، هو يريد أن يكون تحت وصاية الدكتاتورية. نعم، لكن هم يقولون يعني أو في معظمهم بأن اليسار هم النخب وهم المثقفون وهم من احتكوا بهذا النظام ويعرفون كيف يفكر وما ستؤول إليه الأمور. هل هم فعلا النخب وهل هم فعلا من مفترض أن يقودوا الحراك في سوريا وغيرهم؟ لا يمكن أن يقود هذا اليسار الحراك. الحراك المدني في سوريا قاده الشعب السوري 100% هذا الكلام، وخاصة في الشهور الأولى. لذلك اليسار وبشار الأسد تحالفا أجل تدمير هذه الثورة المدنية، لذلك أدخلوا التطرف وأدخلوا وفتحوا الحدود بالتعاون مع جيرانهم، جيران النظام طبعا، جيران النظام السوري في نظامه المشابه في العراق ونظامه المشابه في لبنان، حزب الله أقصد، وإيران عبر الجو وعبر البر وعبر الاستخبارات إلى آخره. لذلك هو لا يمكن أن يقود حركة مجتمع مدني هذا اليساري أبدا، لأنه حتى في مشروعه الشخصي فشل. يعني كان هذا اليساري كاتبا أو شاعرا، بعضا منهم طبعا، أنا أقول البعض دائما بقوسين الجزء منهم، هو فشل في مشروعه الشخصي. بالضبط. حتى يعني في اليساري، ما هو اليساري يعني صاير فئات أو صاير يعني درجات، اليساري الشيوعي واليساري القومي واليساري، لا يمكن أن يكون هؤلاء اليساريون، لا يمكن أن ينتموا طالما هم يقفون إلى جانب الطغاة إلى جانب الدكتاتورية وحكم العسكر، هم لا يمكن أن يكونوا يسار ولا يمكن أن يقودوا أي مشروع مدني أبدا. ويعني والغريب أنه هذا اليسار هاجم أردوغان مهاجم. أنا لست يعني محبا وعاشقا ومعجبا بأردوغان، ولكن أنت تؤيد انقلاب عسكري على نظام ديمقراطي بغض النظر ما هذا النظام، بيعجبك حزب التنمية والعدالة أم لا يعجبك هذا موضوع آخر. بمصر نفس الشيء، لما انقلبوا على محمد مرسي المنتخب 56% من الشعب انتخاب ديمقراطي، وأنا لست مغرما بمحمد مرسي، رحب في يعني اليسار كان يكتب التالي، هذا اليسار الذي أقصده والذي نقصده أنا وأنت، كان يكتب التالي: الجيش أولا ثم الشعب المصري ثانيا. تصور، هذا هو اليسار الفاسد. لذلك كيف يمكن أن يؤمن عليه بقية النخب؟ هو ليس نخب، هو يعني نحن اعتدنا على كلمة نخب. اليسار والمثقف والحزبي والسياسي هم ليسوا نخب. نخب ماذا؟ أنتم نخب فعلا، هن نخب التدمير، هن نخب يعني الواقفين ضد المشاريع المدنية والديمقراطية للمجتمع. نعم. ألا يعذر اليسار أنه كأحزاب حاول البقاء برغم غياب الحياة السياسية بشكل كامل، وأنه مورست بحقه عملية تصفية بطيئة إن صح التعبير كحراك سياسي؟ لماذا يتم تحميله أكثر مما يتحمل؟ هلا هناك طبعا اليسار، يعني في كثير من اليساريين الذين دخلوا سجون الأنظمة العربية خاصة في سوريا ومصر تحديدا. نعم. منهم من قتل ومنهم من عذب، وهذا يعني، وحتى جزء منهم من بقي حيا خرج من السجون وأخذ موقفا إيجابيا وموقفا محترما من قضايا شعوبه على الأقل، أو انسجم مع مبادئه التي سجن واعتقل من أجلها. هذا كلام صحيح، ولكن نحن نتحدث عن هذا اليسار الذي المنحاز للديكتاتوريات وليس يعني. هل يتحمل أكثر مما يتحمله أغلب الشعب العربي، أغلب الشعوب العربي، أغلب الشعب السوري هو اليسار الحقيقي، هو الذي يريد التغيير ويريد الديمقراطية، لذلك عمل ثورة. وفي ليبيا كذلك واليمن
ومصر وتونس. نعم. هل برأيك ممارسات اليسار تحولت من ما هو مفترض كحزب فاعل إلى مجموعات يعني إذا فينا نسميها تمارس شيء يشبه منظمات حقوق الإنسان وما إلى ذلك؟ هل يعني تم تحويله أم هو تحول إلى ذلك؟ لا، هو تحول إلى ذلك. أنا أعرف منظمات حقوق إنسان ومنظمات اتحادات نسائية واتحادات المرأة وإلى آخره، ليس في يعني في بعض البلاد، في بعض البلاد العربية لم يذكر سيرة امرأة واحدة دخلت السجون، سجون النظام السوري. لم يأتي هاي منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الاتحادات النسائية واتحادات المرأة لم يدافع جزء منهم طبعا، لأنه في دائما شقاقات، يعني في اتحاد نسائي، اتحادات نسائية منحازة إلى الديمقراطية وإلى مطالب الشعوب، وفي العكس. هذه الاتحادات أو هذه المؤسسات التي أخذت موقف العكس لم تأتي. طيب، آمن في سوريا ليس دافع عن بشار الأسد، إذا بدك دافع يعني أنتوا دافعوا يعني مؤسسات بس ألا تدافعون عن امرأة مغتصبة؟ ألا تدافعون عن حقوق عائلة دمرت بالكامل وآلاف النساء بالسجون؟ طيب، هذا في صميم المهام يعني التي تدعون أنكم تمارسونها. لذلك هن اختاروا إلى هو اليسار، ليس اليسار فقط بالضرورة يكون حزبي. وأنا يساري ومناهض لبشار الأسد وللطغوط، أنا لم أنتمي للحزب بحياتي. يعني يبدو أن الحزب هو خرب اليسار، هو خرب العقلية المدنية. يبدو أن الأحزاب هيك، بما فيها الحزب الشيوعي، بما فيها الأحزاب القومية العربية، الناصريين والبعث. البعث هو حزب فاشي بامتياز. التقطير يعني إذا فينا نقول، أو تقطير الأمور أو تقطير الأحزاب ووضع المجموعات ضمن هذه الأحزاب طبعاً. وبخطط موضوع. مظبوط. هذا يعني البرامج الحزبية، يعني أنا ما بعرف من وين هي مستوردة، يعني هي تلائم المجتمع العربي أم يعني جبتها نسخة من الصين وحطيتها بدها تطبق على المجتمع العربي؟ طيب، هي فاشلة في الصين وفاشلة في ما يسمى الاتحاد السوفيتي السابق، كيف ستنجح هنا في مجتمعاتنا نحن العربي؟ لذلك هاي البرامج الموضوعة يعني كلها كلام على ورق لم ينفذ منها، بالعكس هي حورت وحولت إلى بنود لممارسة الفاشية. هل نحن اليوم نحمل اليسار أو حتى اليمين ما لا يتحملوه؟ يعني هل المشكلة في غياب أصلا ممارسة الديمقراطية ضمن شعوب المنطقة؟ واليوم نحن ضمن هذه الثورات في سوريا كمثال نتدرج في الأمر، يعني من أقل درجة صعودا لممارسة الديمقراطية، فهل المشكلة فعلا بعدم ممارستنا لهذا الأمر، عدم المعرفة، وليست بالاتجاهات للأحزاب والتوجهات والأصوات المختلفة؟ بالضبط، أنا بعتقد هي عدم ممارسة يعني الديمقراطية وبناء المؤسسات المدنية هي سبب أو سبب أساسي من هذا الموقف الذي اتخذه اليسار أو معظم اليسار. لكن في النهاية يعني في عقل، يعني حتى لو لم يمارس. طيب، الشعب ليش ثار؟ لأنه بده ديمقراطية. الشعب المصري والسوري والليبي والتونسي لماذا ثار؟ لأنه بده عدالة اجتماعية. طيب، هذا الشعب لم ينتبه للحزب ولم يتلقى برنامج من هنا أو هناك، ولم يجتمع هيئة عامة واجتمع مجلس حزب ولجان إلى آخره. هذا الشعب درس في المدارس ودخل الجامعات وامتهن المهن ويعني والتجارة إلى آخره. طيب، في ذهن، في عقل. طيب، ألا تحكم العقل؟ بالنتيجة أنت أيها اليساري الذي يعني تلقيت، كنت متلقيا طوال حياتك لبرنامج هو وضعته أنت ومجموعة تشابه. طيب، أنت إذا أنت كنت ديمقراطيا وثوريا، طيب ثور على هذا البرنامج تبعك، ثور على الأجندة الموجودة في الخطط الموجودة على المكتب الحزب السياسي، المكتب اللجنة المركزية. يعني اعمل تغيير داخل حزبك، داخل مؤسستك السياسية، اعمل تغيير ومارس هذا التغيير، ثم انتقل إلى المجتمع لتأخذ دورا أو لتأخذ موقفا متناغما منسجما مع مطالب الناس. لا يمكن أن أتخذ أنا شخصيا يعني موقفا مناهضا لمتطلبات وطلبات وآمال وطموحات الشعب. قبل ما نختم معك أستاذ نبيل، هل يوجد أي مستقبل لليسار في المنطقة، يعني سواء كأحزاب ذات توجه يساري بمختلف مرجعياتها، أم أنها بالمطلق كتجربة فاشلة أو البعض أو معظم الشباب نفروا منها؟ هل ترى لها أي مستقبل في المنطقة ولو بصورة جديدة؟
أنا لا أرى أي مستقبل لليسار العربي التقليدي النمطي. أنا أرى مستقبلا ليسار جديد يقوده الشباب والشابات نتاج الثورات التي حدثت في الخمس بلدان أو خمس بلدان عربية، وخاصة تلك البلدان التي ضاقت شعوبها يعني الموت والدم والدمار والخراب كالشعب السوري الذي يدمر منذ 6 سنوات ونصف، نصف الشعب السوري الدمار. هؤلاء بسوريا أنا أعتقد وأمل أن يكون هناك طليعة يسارية يسمونها ما شاءوا، لكن هناك طليعة من الشباب من قطاع واسع جدا من الشباب والشابات يستطيعون يعني أن يكونوا قياديين لبناء دولة حديثة مدنية ديمقراطية. ولا وجود أنا بتصور لا وجود لهذا اليسار التقليدي أبدا، حتى اليسار الذي أخذ موقفا مناهضا للديكتاتورية سيعيد حساباته وفق طموحات الشباب الجدد. برأيك أهم شرط فيه لازم يكون شو هو؟ المجتمع المدني الديمقراطية، الانحياز للشعب. انحياز للشعب يمكن هي أهم في الأمر بالضبط. وفيها بدي أختم معك أستاذ نبيل الخطيب المخرج، بدي أشكرك شكر جزيل لك على وجودك معنا اليوم ومشاركتك ضمن حلقتنا برمان الهواء، شكر لك. ومستمعينا منذكركم بتردداتنا، تسمعونا بدمشق على 96.5، ريف دمشق على 96.7، لكل اللي عم يتابعنا من إدلب حما وحمص على 94.6، وحلب وريفا 95.8. كمان فيكن تتابعونا على رابط البث المباشر orion-radio.net. بنهاية هالحلقة كل الشكر لضيوفي اللي رافقوني بحلقة اليوم، أيضا شكر موصول للهندسة الإذاعية سلام مساعدة يعطيك ألف عافية، وللزميلة آلاء غزال. بلتقيكم بحلقة جديدة من رمان الهواء، إعداد وتقديم إيمان أحمد. باي باي. راديو أوريان بترد الروح.